الأصدقاء يسمونني الشاعر الحالم أيضا، الشاعر الحالم الذي يمشي لأنه خطواته تقوده إلى أمكنة هو نفسه لا يعرفها. وبالتالي يعني أنا لدي نوع من الحنين مثلا للذهاب ليس إلى الماضي أو للأمكنة التي لدي حنين إلى الأمكنة التي لم أرها بعد. يعني الحنين كمفهوم يتعلق بالماضي فقط، لا، الحنين ينبغي أن نعمل له انزياح باتجاه المستقبل. أعزائي المشاهدين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في موقع إيطاليا الثقافية. هذا الموقع الثقافي الذي ولد ليكون جسرا أو بالأحرى بيتا للحوار ما بين ثقافات المتوسط وبالذات الثقافة العربية والثقافة الإيطالية. اليوم ألتقي بشاعر من الجزيرة العربية، من عمان، الشاعر العماني زاهر الغافري. كنت على وشك أن أقول الشاعر العراقي زاهر الغافري، لأن زاهر اصطفى هذه المدينة، مدينة بغداد، أن تكون مدينته الأخرى أو بيته الآخر. سنتحدث عن هذا الموضوع. زاهر، شكرا جزيلا على حضورك معي في هذا الحوار للتعرف عليك أكثر وللتعريف بك. مرحبا بك عزيزي عرفان، ومرحبا أيضا بالمتابعين. وأنا في الحقيقة سعيد جدا في هذا اللقاء، بهذا اللقاء اللطيف معك، وأتمنى أن يستمتع أيضا المتابعون بهذا اللقاء. بالتأكيد زاهر، دعني أقرأ شيئا. زاهر، دعني أفاجئك بقراءة شيء. في آخر العمر سريرنا واحد، إلى بعضنا ننظر أنا وأنت كما لو كنا ننظر إلى أسطورة حية في وسطها طائر يضرب بجناحيه الأبواب والنوافذ. كانت الصدمات أقسى في أبريل على يسار النهر، كانت الأغنية من ماضي بغداد القديم تجر حبلا من الأنفاس في حقول الغابات وأشجار النارنج. لكن بلا إنذار وجدت نفسك في الهروب الكبير إلى المنفى وليل أعمى، بينما أنا أيضا عبرت حتى وصلت إلى هنا. في آخر العمر يكفي سرير واحد ليكون ملعبا لشخصين فوق هاوية العدم. هذا زاهر الغافري يصرح بالحب، بالتأكيد يصرح لتلك المرأة التي صارت له بيتا وأما وحبيبة، أليس كذلك زاهر الغافري؟ أي نعم، نعم تماما. والنص في الحقيقة يعود بي إلى فترة قديمة، يعني أكثر من 35 عام، إلى بغداد تحديدا، لأنه خرجت من بغداد في فترة، لهذا ذكرت يسار النهر. عندما بدأت التجربة العراقية تحاول أن تتخلص من اليسار العراقي، يعني في حدود 78-77 اللي بدأوا الناس يخرجون إلى المنافي، وكان طبعا التجربة العراقية في ذلك الوقت كان بعد انتهاء الجبهة الوطنية إلى آخره. فأنا اضطررت في الحقيقة للخروج بعد أن هددت، فخرجت وذهبت إلى فرنسا مثل كثير من الأصدقاء، كاظم جهاد وهاشم شفيق وشعراء وكتاب
إلى آخره. أنت قلت أنني هذه القصيدة تحملني إلى بغداد، إلى بغدادك. أنت اصطفيت بغداد مدينة، لكن هل يصطفي الشاعر المدينة أم تصبح بيتا له، أم أن المدينة تتبنى ذلك الشاعر وتصبح أما له؟ في الحقيقة أنا كأنما كانت خطواتي هي التي كانت تقودني إلى بغداد، لأنني خرجت من قرية في عمان في مرحلة مبكرة جداً من حياتي. قرية صغيرة ريفية ذات طابع رومانسي، ثم ارتميت. الأمر هو شبيه بارتماء من مكان بسيط إلى قلب المدينة بغداد. وكانت بغداد، هذا الكلام في العام شتاء عام 68. ففي تلك الفترة طبعا بغداد كمدينة في الشرق مدينة شعراء، لا تنسى ذلك، مدينة تمر فيها الأسئلة الكبيرة حول الشعر، حول الكتابة، وحول الفن التشكيلي، السينما والمسرح والنحت. كل هذه التجربة في الحقيقة استطاعت أن تتغلغل إلى داخلي وتكوين صداقات طبعاً شعرية. فانخرطت أنا مع التجربة، بحيث أخذت مني التجربة ككل 10 سنوات. 10 سنوات من حياتي قضيتها دون العودة إلى بلدي عمان مطلقاً. وكانت تجربة شديدة الخصوبة بالنسبة لي في ذلك الوقت، وحاولت أن أستفيد منها كثيراً بالقراءات ومشاهدة الأفلام واللقاءات مع الشعراء والكتاب والفنانين. هذا يعني ما جعلني أستمر طبعاً، يعني كأنه أخذت مخزون هائل من بغداد أخذني فيما بعد إلى الأعلى، إلى أمكنة قصية أخرى وبعيدة. ولذلك في تجربتي بعض النقاد يتحدثون أنه هو يعني ارتحالات، وهي ارتحالات كبرى في الحقيقة، من بغداد إلى فرنسا، بعد ذلك إلى المغرب، ومن المغرب إلى نيويورك، ومن نيويورك إلى أوروبا وإلى السويد حالياً التي أنا أقيم فيها. فتجربة طويلة يعني أنا مريت بتجارب متعددة، وفي كل هذه التجارب كنت محظوظاً لأن ألتقي في الحقيقة بأجيال من الكتاب والشعراء في كل مدينة. يعني في نيويورك أنا تعرفت على جيل البيت جينيريشن مثل غريغوري كورسو وآلان غينزبرغ، وحضرت نشاطاتهم، والتقيت بميروين الذي رحل عنا قبل فترة ليست بالقصيرة، والتقيت بكثير من شعراء أيضا من أمريكا اللاتينية، من يعني شعراء جائزة نوبل مثلا 6 التقيت بهم في إحدى الكاتدرائيات في نيويورك، وتحدثنا أوكتافيو باف، رودويسكي وآخرين.
كثيرين. بغداد، أنا مثلك لم أعش في بغداد إلا 12 سنة، يعني من 66 إلى 78، لكن لا يمكن أن أتصور نفسي إلا بغداديا. هي أعتقد هي لأنه هي مرحلة التكون، هي المرحلة التي تدرس فيها في الجامعة، هي المرحلة التي تنتقل فيها من صبي مراهق إلى رجل مكتمل أو في بداية الاكتمال. بس بكل الأحوال أتوقع أن لا توجد مدينة في العالم كان ممكن تترك علي أنا ذات التأثير اللي تركتها بغداد. أنت عشت نفس الفترة، ارتميت كما قلت في أحضان هذه المدينة ونهلت من ذلك الثدي، ولم تبخل عليك بغداد بشيء. هل تشعر أنك بغدادي؟ نعم، إلى حد ما. في الحقيقة هذا سؤال كثير مهم. الغريب في الأمر هو أنا بعد خروجي من بغداد والذهاب إلى باريس، ثم ذهبت إلى عمان لأول مرة، كان الناس ينظرون إلي كأنني بغدادي، وكنت في الحقيقة أتحدث اللهجة العراقية البحتة، وقالوا أنت ما عماني، أنت لست عمانيا، أنت من بغداد، أنت عراقي. قلت لهم لا، أنا عماني، ولكن أنا خرجت مبكرا وأتحدث. فلم يصدقوا في الحقيقة، كانوا يعتقدون أن أنا أضحك. في الحقيقة لأنه تركت بغداد ميسما قويا في تجربتي وحياة وكتابة وعيشا، يعني حتى الأكلات العراقية التي المعروفة كنت أطبخها وأعملها أنا بنفسي، لأنه أنا عندما ذهبت إلى بغداد لم يكن لدي لا أب ولا أم ولا أحد من أقاربي، كنت وحدي في فترة مبكرة، وكان ينبغي أن أتعلم كل شيء وحدي. وإلى أن طبعا عندما صار عمري يمكن في حدود 23 سنة، كنت يعني خلاص أنجزت أشياء كثيرة جدا، حتى أذهب إلى مكان آخر. قلت أن بغداد كانت تعني الشعر، تعني النحت، تعني السينما، تعني المسرح، تعني الموسيقى، لكنك اخترت الشعر، أو بالأحرى وصلك الشعر، لأنه الشعر هو الذي يقرر متى ينتمي أو يمنح نفسه إلى شاعر أو شاعرة. متى وصل الشعر في حياتك؟ الشعر بدأ قبل ذهابي إلى بغداد. عندما كنت صبيا كنت أقرأ الشعر العربي الكلاسيكي، يعني كنت أقرأ المتنبي، كنت أقرأ ابن الفارض، وكنت أقرأ أبو تمام. كان في بيتنا الطيني في قرية سرور، كان أبي يمتلك أرفوفا بسيطة فيها بعض الكتب، هذه الكتب هي من الشعر العربي القديم. فكنت أنا أتناول وأقرأ هذه الكتب. أنا درست في مدارس القرآن، أي مدارس الكتاتيب، لم أدرس في المدارس الحديثة التي أتت فيما بعد. درست في مدارس القرآن، وكنت
لنقل يعني أعرف النحو أو قواعد، وكانت روح الموسيقى تجذبني أيضا في النصوص أو في القصائد الكلاسيكية، فبدأت هكذا. عندما ذهبت إلى العراق، التجربة العراقية جيدة جدا، يعني أنا خصوصا إلى بغداد، لأنه بغداد هي المركز الذي تحول فيه الشعر العربي، يعني عبر بدر شاكر السياب في الأربعينات، نازك الملائكة وكذا، إلى التجربة الحديثة لنقل. فهذه أفادتني، وأفادتني أيضا النقاشات التي كانت تجري في تلك الفترة، والكتب التي كانت تصدر. فلم أتخلى عن الشعر يعني منذ خروجي من نجد على الإطلاق، ولا أظن أن الإنسان الشاعر يستطيع أن يتخلى عن الشعر، لأنه الشعر لا يحتاج إلى أن تتخلى أنت عنه. الشعر في الحقيقة هو المدلل، ولا يقبل منافسة من فنون أخرى. لذلك لم أكن روائيا أو فنانا تشكيليا أو سينمائيا، كان الشعر هو الشيء الأساس بالنسبة لي. الكاتب المسرحي الكبير الإيطالي إدواردو دي فيليبو، عندما كانوا يسألونه كيف تكتب، وبالذات كيف تكتب الشعر أو أغاني قصائد الغناء، كان يقول لهم ببساطة: الشعر موجود معلق بالهواء، يكفي أن تكون هناك يد ذكية تمتد لتجمع أجزائه. فمثل ما قلت أنت أنه الشعر مدلل ولا يمنح نفسه إلا لمن يجيد ملامسته. كنت تقول أنك تعلمت كل شيء بنفسك في بغداد، وعاشرت وزاملت الحياة الثقافية التي كانت موجودة، كما تعلمت الطبخات العراقية، بالتأكيد تعلمت اللهجة، أو بالأحرى أنا أسميها اللغات العراقية. أنا لا أعتقد أن هناك وجود للهجة، وإنما للغات، ولكل مدينة لغتها. هو الأصح اللغات. أنت عايشت بغداد في زمن كان فيه ما يسمى بالشعر الشعبي، أو بالشعر المكتوب باللغة غير الفصحى، باللهجات العديدة وباللغات العديدة اللي موجودة في العراق، كان زاهراً. يعني يكفينا أن نشير إلى تجربة مظفر النواب التي كانت حاضرة بالساحة، رغم أن مظفر النواب كان ممنوعاً بفعل قرارات النظام وخوفه من كلمات هذا الشاعر العظيم. كان هناك شاكر السماوي، كان هناك عزيز السماوي، كان هناك كاظم الركابي، وهناك العديد، وكانت هناك أيضا الأغنية العراقية التي تنهل من هذه القصيدة. أنت تعلمت اللهجة البغدادية أو اللغة البغدادية، خليني أسميها حتى لا أناقض نفسي، أنت تعلمت هذه اللغة وتكتب الشعر، ألم تكن مدفوعاً في يوم من الأيام، ربما كتبت وأريدك أن تكشف لي، أن تكتب بتلك اللغة، ليس باللغة الفصحى، لغة المتنبي أو ابن الفارض أو أبو تمام؟ لا، على الإطلاق لا أعرف، لأنه أنا قادم، قلت لك يعني منذ البداية أنه قادم من لغة كلاسيكية، العربية الكلاسيكية، فبالتالي كان استصاغة اللغة العامية بالعامية كتابة كان صعب بالنسبة لي. إنما كنت أستمع، نعم، يعني أستمع وأقرأ لمظفر، لشاكر سماوي،
لعلي الشيباني لكثير من 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 أولئك يعني حقيقيين، شعراء حقيقيين. ولرياض النعماني مثلا فيما بعد. ولكن الكتابة بالنسبة لي ظلت أنني أنا أحاول أن أقدم تجربتي أنا أو صوتي أنا في إطار قصيدة، القصيدة الحديثة، قصيدة النثر. الأغنية العراقية استمع إليها وما زلت استمع إليها، وأكون سعيدا يعني عندما استمع، وأحيانا إلى درجة أنه أبكي. يعني أنا عندما استمع إلى الأغنية العراقية القديمة من زهور حسين إلى زكية جورج إلى كل والمغنيات أتوا فيما بعد، أحس بخسارة، خسارة شديدة أن العراق تخلى عن بعض. يعني أنا أعرف مثلا تجربة المغنية المصلاوية اللي كان عندها يعني صالون تقريبا يحضره وزراء ويحضره شخصيات كبيرة، أن تموت مثلا وحيدة في غرفة فقيرة. ف يعني هذا شوية موضوع متعب صراحة. يعني الفنان كان مفترض أن يكرم، أن ومع الأسف لم يحدث ذلك. وأنا أعرف ناس كثيرين، زينب حوربت وكذا إلى آخره، ثم ماتت ومدفونة هنا في السويد في الغربة. المسرحية العراقية، يعني فنانة الشعب كانوا يسموها إلى آخره. يعني كثيرون للأسف الشديد، يعني ابتداء من عبد الأمير الحصيري الذي توفي وحيدا في غرفة بائسة في الحيدرخانة، وإلى وصولا إلى الأسماء الأخيرة التي للأسف الشديد غادرتنا في الأيام والأسابيع الماضية، ليس فقط في الخارج وإنما في داخل البلد. مع أنه هؤلاء يعني بعض الشعراء الذي ذكرتهم أنا، مثلا ظفر نواب صديق، يعني أعرفه بشكل شخصي وتحدثنا كثيرا، وأعرف كنت أعرف شاكر، كنت أعرف وأعرف رياض، وأعرف يعني وحتى علي الشيباني أعرفهم وأقدرهم وأحترمهم، ولكن الكتابة بالنسبة لي لا أستطيع أن أخوض فيها، لأنه مثل ما قلت أنت أنه هم لهم ناس، يعني ناسهم هم اللي يتحدثوا بها أو يتقنوها أكثر. نعم. زاهر، أنت قلت أنك جئت من الشعر، تتلمذ في الكتاتيب، عرفت اللغة وتعلمت قواعدها على يد الأئمة معلمي القرآن، واخترت الشعر كما قلنا لأنك كنت تقرأ المتنبي وأبي تمام، لكنك في السيرة الأخيرة تحاول أن تكتب سيرة روائية. الخروج من الفردوس هو أحد الأعمال الأخيرة التي ستصدر قريبا، مثل ديوانك هذيان نابليون والعابر بلا كلمة. الخروج من الفردوس ليس كتابا شعريا وإنما سيرة روائية. لماذا اخترت سيرة روائية أو سيرة؟ يعني هي سيرة حياتي منذ بداياتي الأولى
ولنقل منذ ولادتي حتى الآن. هو عمل طويل في حدود 600 صفحة نثرا، وتتناول تجربتي من مناطق متعددة. أنا يعني من عمان، من قرية صغيرة في عمان، ولكنني لم أولد في عمان. أنا ولدت في جزيرة صغيرة في المحيط الهندي، وذهبت إلى عمان كان عمري 5 سنوات. لنقل اسمها هاي الجزيرة. زنجبار. زنجبار، أوكي. وتحديداً هي جزيرتين، بس أنا ولدت في الجزيرة الأسفل اللي هي اسمها الجزيرة الخضراء. وولدت هناك تقريباً، هي هذه الجزيرة الخضراء سميت بذلك لأنه هي كلها غابات، غابات وأشجار فواكه. فولدت أنا فوق أرجوحة، كانت أمي تنام وهي حامل فوق أرجوحة بين شجرتين من أشجار جوز الهند. الأرجوحة مربوطة بين الشجرتين، فأتاها أمي المخاض هناك فولدت أنا. طبعا هذا كلام العائلة، يعني أبي من العائلة يقول لي كيف أنت ولدت وكيف. فهو يتناول الكتاب ككله السيرة من تلك التجربة إلى حياتي طبعا في عمان وفي بغداد وفي أوروبا، في فرنسا، في المغرب، في نيويورك، في أمريكا، وفي السويد أيضا. زاهر، هل أنت متأكد أن الشجرتين كانت شجرة جوز هند وليست شجرة دالية كروم مثلا؟ لا، لأن أشجار جوز الهند هي مشهورة بأشجار مشهورة بجوز الهند، هي مدانتها أيضا. جوز الهند لأنه الطقس عندهم الطقس اللي هو يعني هذا موجود شبيه مثلا في آسيا وأمريكا اللاتينية، في مناطق في مثل تايلاند مثل كذا. فأشجار جوز الهند هي الأساس، يعني لا وجود مثلا للنخيل، نخيل مثل العراق، أو لأنه النخيل بحاجة إلى طقس حار خصوصا في الصيف لكي ينضج النخيل. وعلى فكرة أنا بالمناسبة أحب جدا أشجار جوز الهند، يعني جوز الهند الماء الداخلي، الماء ثمرة كثير لذيذ، كنت أحبه منذ طفولتي. وكان أبي يمتلك مزارع كبيرة يعني من هذه الأشجار، ولأنه أبي كان في الحقيقة كان أبي إقطاعيا في زنجبار في ذلك الوقت. كان أبوك إقطاعيا لكنك صرت من أحد كبار معارضي الاستغلال والإقطاع وهذا. طبعاً. الآن عرفنا أعزائي المشاهدين أن زاهر الغافري ولد في جزيرة زنجبار، هو يقول أو بالجزيرة الخضراء في زنجبار، هو يقول أو بالأحرى الوثائق تقول أنه ولد في عام 1956. لنصدق بذلك، هو خريج جامعة محمد الخامس قسم الفلسفة في عام 82 بالرباط، أقام كما قال لنا في العديد من المدن والبلدان العربية والأجنبية، العراق، المغرب، فرنسا، أمريكا، ويقيم حاليا في السويد، وقد رأس تحرير مجلة البرواز المعنية بالفنون البصرية، نشر في الكثير من المطبوعات الثقافية العربية، حصل على جائزة كيكا للشعر، الجائزة الهامة
للشعر في عام 2006، وترجمت أعماله إلى لغات عديدة: الإسبانية، الإنجليزية، الألمانية، السويدية، الفارسية، الهندية، ونتمنى قريبا الإيطالية أيضا. أصدر مجموعات شعرية منها أظلاف بيضاء، الصمت يأتي للاعتراف، عزلة تفيض عن الليل، أزهار في بئر، ظلال بلون المياه، كما ظهر ملاك في القلعة، المجموعات الخمس، حياة واحدة سلالم كثيرة، حجر النوم، صناع الأعالي، وكما قلت سيصدر له قريبا عن دار المتوسط هذيان نابليون، دار المتوسط في ميلانو التي يديرها صديقنا المشترك خالد الناصري، وهناك العابر بلا كلمة والخروج من الفردوس. أشكرك شكر جزيل على هذا الوقت، وأتمنى كما قلت أن نلتقي قريبا. وشكرا جزيلا عزيزي عرفان، وشكرا أيضا للمتابعين اللي يعني في، وشكرا لهذه الرسالة، رسالة ثقافية، رسالة إيطاليا ثقافية، ونتحدث فيما بعد وبيننا لقاءات قادمة إن شاء الله. وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على الوقت الذي خصصتموه للبقاء معنا والاستماع إلى شاعرنا زاهر الغافري، إلى أن ألتقيكم مرة أخرى مع طاقة إبداعية أخرى، لكم مني آلاف التحايا وملايين الأماني.